السلام عليكم. احنا دابا تنتوجدوا حدا داك الرومبوان اللي كاين حدا كليه العلوم. ها علاش قلنا خص الرومبوان يزيد لقدام؟ ها انتم كتشوفوا معنا هاد القضيه اللي كيديروا واحد العداد ديال السائقين، لان ما عندهمش حل، خصهم يمشيو حتى للرومبوان ديال الريحان عاد يرجعوا. بيان سور هذا ما تيعطيهمش الحق انهم يديروا داك الامر، ولكن هذا مشكل تقني في هاد البوان. دابا هاد البوان دابا اللي غيدخل بحال دابا الطوموبيل اللي غتدخل دابا ما عندهاش مشكل، لانها دايره السينيال ديالها غتدخل بصفه عاديه، ولكن اللي واقف في الاتجاه ديالنا حنا دابا في البلاصه اللي حنا واقفين فيها وبغى يدخل كاين مشكل. بحال دابا الطوموبيلات تدخل عادي، من حقها انها تدخل عادي. دونك هذا الرومبوان هذا اللي كاين مورانا مباشره راه خصو يتحول للبلاصه ديالو، تولي لقدام، تولي على مستوى ديك البلاكه اللي كتشوفوها في وسط الطريق، تما خصها تولي. دونك هذا الامر هذا خصو يتخذ بعين الاعتبار في القريب العاجل، باش نيفيتيو هذا المشكل هذا ديال السيارات اللي كيسرقوا الطريق من تما، واللي تيقدروا الله يستر يتسببوا في حادث ليهم ولغيرهم، لان اللي كان جاي شي واحد من اللي جاي يعني بهذا المعنى هذا جاي بسرعه، فالله يحفظ ولقى الطوموبيل انفاس معاه اتجاه معاكس راه غادي توقع مشكله وحادثه. الله يحفظ الله يحفظ السلام. فمادام كاين اشغال في هذه الطريق هذه خص ضروري داك الرومبوان خصو يتلقى له حل. حنا زدنا المره هذه تما رصدنا الحاله باش نطلبوا تفاعل ايجابي يكون معها. الرومبوان راه غير مكلف، ماشي شي حاجه زعما اللي الا شفنا المنافع ديالو راه منافع ديالو كثيره وكثيره بزاف، وغير مكلف ماديا. كنا لونسينا قبل هاد الفيديو يخص المستشفى التخصصات اللي الحمد لله راه الشغل خدام فيه تبارك الله، راه تحطوا لي قروات يعني راه هما غيبداو يطلعوا من تيراسمو من لي فونداسيون، غادي تخدموا لي فونداسيون باش يطلعوا، واللي هذاك المشروع تعتبر ذو أهمية كبيرة، وأي حاجة تنجزات إلا وراه غادي تكون عندها واحد المنفعة. حنا كنتسناو الإخراج ديال المشروع ديال المحطة الطرقية، دابا راه القضية مرتبطة غير بالوعاء العقاري اللي خص يعرف زعما العموم، هو أن بعض المرات الوعاء العقاري تيكون ما تيكونش في الملكية ديال ديك الإدارة الترابية ديال الجماعة الترابية، بحال هاد البلاصة هادي اللي حنا تنهضرو فيها هادي راه ملك خاص يعود إلى ملكية ديال واحد العائلة تيقولها بن عزو. إلا بغيتي إلا بغى الواحد أنه إلا بغات الجماعة أن تنجز الأمر فخص يتم شراء الثمن ديال زعما شراء داك العقار من عند مواليه من عند ورثة ولا صاحب العقار. هاد لا ديمارش هادي ديال الشراء كدوز من واحد المراحل، يعني كتكون واحد الجنة خاصة كتقوم بالعملية ديال التقييم ديال الثمن اللي غادي يعطيوه في ديك الأرض. بيان سور خاص اون فوا الجنة كتنعقد وتيشوفوا الثمن راه تيخصهم يدوزوا للمرحله المقبله هي ديال الشراء العقار، يعني يوفروا له الفلوس ديالو تيولي في الملكيه ديال الجماعه. انا ذاك يبدا المشروع مباشره ديال التهيئه ديال المحطه الطرقيه. بالنسبه للناس اللي هما في ويسلان عاوتاني
الجامعه ديال ويسلان تفكر انها دير شي ملحقه شي انكس ديال المحطه الطرقيه، حيت العدد ديال الناس ما يمكنوش يتبلاصاو من تما حتى لهنايا باش يركبوا في الكار. فخص الجماعه ديال تولان حتى هي تبرمج واحد لانكس، واحد المحطه الطرقيه تكون على قد الامكانيات ديالهم وعلى قد الجماعه، وتكون شي بلاصه حتى هي مثلا جايه على الطريق الكبيره باش القضيه تيسر. يعني الكار فاش يكون غادي من هنايا غادي مثلا لفاس غيدوز على ويسلان، اللي غيركب يركب واللي غينزل وهكذا دواليك. هنايا راه هما مازالين خدامين. هاد الجهه دابا اللي على اليسار غاتسالي هاد القناه هادي اللي كيصوبوها بالبيتون ارمي، وراه بادي البني بانوا لي انايا جزئيات الفيلات ماشي ديال الجزئيه بانت ليا هادي اللي على اليسار اللي حدا اوتيل داليا بانوا لي غيكونوا دي فيلا سومي فيني على حسب ما تيبان، لان ماشي الخواص يعني اللي كيبنيو البقع ديالهم اكثر ما كاين الكروا، يعني راه كاين المقاول اللي شاد داكشي راه شاد واحد العدد ديال الفيلات تيبنيهم، وهذوك اللي على الشارع غادي يكونوا مزيانين بالنسبه للانشطه الاقتصاديه. هنايا مازال كنتسناو ونعرفوا شنو هاد اللعيبه هادي اللي على اليسار. هنا كاين واحد البنايات هما على اليسار جابوهم واجدي بيرو دو فونت ولا شي حاجه. المهم جايين دابا جابوهم ناضين واجدين وركبوا لهم الالومنيوم الشراجم وداكشي بحال ديك بحال ديال دي بيرو. المهم ديك البلاصه دابا يبان شنو يدير فيها. هنايا نتوما كتشوفوا الطريق كيفاش ولات تسعات، دونك مازال الدوبلاج ديال هاد التروطوار هذا اللي على اليسار مازال الدوبل. ايوا وفاش يدوبل ان شاء الله تعالى تبدا العمليه ديال التسفيت. اكيد انكم عرفتونا علاش نهضروا دابا هاد البلاصه هادي، اكيد غادي نهضروا على الممر تحت ارضي اللي كنتمناو انه يتم البرمجه ديالو في القريب العاجل. هو كان هذا المشروع هذا يكون من النهار الاول فيه ممر تحت ارضي، ولكن حنا عارفين بان التكلفه ديالهم ربما الوزاره عندها التزامات اخرى كثيره، فقالوا بعدا نصوبوا الطرقان عاد ندوزوا لهذا الامر. هذا امر خدامين هنايا، ولكن هذا الامر هذا ما تيمنعش انه يتبرمج ويتخدم ان شاء الله. دابا راه الشركات المغربيه تبارك الله عندهم الخبره، راه هذاك كاين واحد العدد ديال لي تريمي تصوبوا في وقت قياسي في اقل من شهرين اقل من 60 يوم. غير هي القضيه خصك توفر الامكانات الاعتمادات الماليه خصهم يتوفروا. هما خدامين هنايا في حدا الرئاسه الله يعاونهم. ها هو يلاه جا الكاميو كولا البيتون ارسف هنايا الجهه ديال الرئاسه وداك الشيء راه ولات مزيانه. غادي تبقى شي عمليه ديال التشجير هي اللي غادي تزين هاد البلاصه هادي. الا تدار التشجير على اليمين وعلى اليسار غتولي الطريق مبرعه. الشجر مهم بزاف لا للظل ولا لتلطيف الاجواء وحتى القضيه ديال ديال النقص ديال التلوث الهواء. ها انتم كتشوفوا هنا الرصيف. نتمنوا هذا من التروطوار لا تدار شي حاجه خضراء، نتمنوا من الله.
هما يواكبوا باش الطرقان اللي خارجين اللي هما مرتبطين بهذه الطريق الكبيره اون فوا يبغي يدخل بهذه المدينه خص تكون الطرقان يكونوا مصوبين على القاعده. يعني البلايص اللي خصهم يتزفتوا راه خصهم يتزفتوا. هي اللي غادي تزين هاد البلاصه كامله وغتعطيها واحد المنظر زوين هي والتشجير. خضوره مهمه ندخل حي المنتزه ما عرفنا شنو غيدير هاد البلاصه هادي على مستوى الدخله والخرجه. دابا انا الاول ان هذه الجماعه هذه اللي علمن انها تكون تابعه يعني تكون يعني الجماعه ديال يمكن خصها تتمدد اداريا ولا ترابيا. راه كانت واحد الوقفه احتجاجيه ديال اصحاب الطاكسيات على الناس اللي هما كاين واحد العدد الناس يبغيو يجيو لهاد الحي هذا العلمن فالطاكسي تيضطر انه يوقفوا هنايا يقطعوا ماشي كلشي غيقدر يتمشى على رجليه. كاين اللي تلقاه مريض كاين اللي كتلقاه الله يحسن العوان خاص يتعطى واحد خاص كما قلنا يتعطى واحد القرار عاملي اللي كيسمح للسيارات ديال الاجره انهم يوصلوا. إن لا يعقل ان واحد عدد الناس غيبغيو يمشيو مثلا لهنا للبريديه يمشيو لذاك مركب ترفيهي مثلا وماشي كلشي الضيوف ديال المدينه غادي كاين اللي جاي في التران مثلا للمدينه غيبغي يركب في الطاكسي يجي يدوز النهار ديالو مثلا. كنقولوا حنايا مرات اللي وارد انها تكون فباش نشجعوا الناس ان ديك المنطقه تفك عليها العزله لا للزوار ولا الناس اللي هما ساكنه. كما قلنا واحد مريض جاي من الطبيب خصو يدخل لدارو السوق يقلب على طاكسي كبير اللي يدخلو تما خاص يتلقى يتعطى داك لوتوريزاسيون باش باش الناس اصحاب الطاكسيات يبداو يوصلوا الناس هنا وما يبقوش يتحرجوا معاهم. دابا كاين اللي غادي تقول له راه ممنوع عليا انني ندخل تما يقول لك لا وانت ما بغيتيش تهزني مثلا باغ اكزومبل خصك تشرح له بان هذيك تابعه ديك البلاصه تابعه لي جوندارم ولي جوندارم الا شافوا الطاكسي راه يقدروا يحجزوها ايوا. المهم حنا في اطار الحق في المعلومه حنا تنوصلوها وصلوها. هذا الحي هذا اللي على اليسار الحي الصناعي سيدي بوزكري فيه واحد العدد من الشركات اللي هنايا اللي من خصهم يعاودوا السور ديالهم على القاعده بحال دابا هذا الديبو ناضي جا عاود السور ديالو لان باش كانوا تيوسعوا الطريق اول ما بقاو تيحفروا في التراب في الجلب داك السوار كانوا في واحد الوقيته كانوا شادين بلاصتهم ولكن مع الحفير وقع التفعفيع فاوتوماتيكمون السور. يعني دوك الشركات اللي خصهم اللي كاينين اللي من خصهم يديروا سور جديد صوب بلينور ديال حاش قدور عندنا واحد الزياره لواحد اللابوراتوار. ايوا حنا
حنا تنتقاسموا معكم هذا لابوراتوار بيان سور ديال عنده علاقه بالاشغال، مختبر ديال الاشغال، مختبر كيتواجد تما. الطريق اللي دزنا منها راه غادي تولي بيان سور بحال هكا بالاناره، السرعه ديالها غادي تكون 80 الا حدا البلايص اللي في اللي هما حي سكنيه اللي غالبا غادي تكون فيهم 60. علاش داك التروطوار الوسطاني دابا حاليا داك اللي دزناه مازال ما سدوهش، لان غادي يكون بحال هكا غادي يدوز فيه الكابلو ديال الضو ان شاء الله. هنا علمنا باش يصوبوا شي ستاسيون سيرفيس جديده اللي تيكون غادي بهذا الاتجاه، لي ستاسيون قلال خصو يمشي حتى يوصل حدا البركة، كومبلكس البركة هنايا راه كتصوب ستاسيون مزيانة. حيتها باش يديرو الصيانة ديالو، هاد الطرقان هنا مكانش الصيانة مكاين والو. تبارك الله هنايا الضيعات الفلاحية، اللهم بارك. شجر الزيتون، شجر المثمرة، منطقة خصبة الحمد لله. داك الشجر اللي قدامنا هو ديال المدرسة الفلاحية، المدرسة الوطنية للفلاحة لينا دو مكناس. هاد الطريق هادي اللي حنا دابا فيها
كتشوفوا راه فيها اشغال غادي تولي ان شاء الله طريق مزيانه بحول الله تعالى.